بسبوسة عملنا لها حلقة كاملة وعملنا أشكال ليها. عندي نص كيلو من السميد الخشن، يعني 3 كوبايات ونص، بس دي مش الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، دي اللي بالزبادي. تمام، هحط عليها علبة زبادي وكوباية وربع من السكر ونص معلقة بيكنج باودر ونص كوباية من السمنة واتنين معلقة كبيرة قشطة، وعندي كمان فانيليا واربع معالق عسل جلوكوز او عسل ابيض، يا ده او ده، وعندي ربع كوباية جوز هند يعني معلقتين كبار مثلا، ورشة ملح. دي كده البسبوسه.